على من أسباب تأخير السيولة هو كما قلنا يعني تأخير اتفاق حول اعتماد الميزانية الحديثة من قبل مجلس النواب، بالإضافة إلى الاجتماعات المنبثقة حاليا بين مجلس النواب ووزارة المالية ومجلس الرئاسي حول إعداد الترتيبات المالية وإعادة النظر في الهياكل الميزانية العامة للدولة. أضف أن الرقم الوطني الذي طلبه طبعا ديوان محاسبة لبعض القطاعات من أجل معرفة الاستواجية الوظيفية لبعض الموظفين، هذا كله عاق طبعا عملية تأخير تحويل ما يسمى طبعا الرواتب إلى المصارف العامة. في المصارف طبعا ما تقدرش انك تسحب فلوسك، ولو سحبت طبعا بعد معاناة طويلة ولازم تدفع منهن جزء كأنها عمولة أو رشوة لحد علشان يعطيك راتبك، وكم حتسحب مش الراتب كامل، هي 400 جنيه فقط هذا اللي ممكن أنت تسحبه. بالنسبة تو أسعار فيهن زيادة وخفيفين في يجي رمضان ويزيدوا علينا آخر الجماعة عرفت، فإن شاء الله يطلب الله وإن شاء الله الدولة تنظر بحالنا وتشوف ظروف الناس اللي وزيد كما نقول الثقافة بتاع السيولة يعطوا فيها لنا كما نقول 400 و500 مش ديرها شيء، وخاصة بجاي رمضان وجاي مصاريف.